سيدات مسلمين، صديقات وأصدقاء دار الشعب تطوان، مرحبا بكنا وبكم في لقاء توقيعات. وكما تعلمون فمنذ أيام قليلة أقمنا الحلقة الأولى من لقاء توقيعات هذه السنة هنا في هذه القاعة الجميلة، المسرحية الجميلة، وفي هذا الفضاء وأمام هذه الخلفية الفنية التي أبدعها كما قلت يوسفان عزيزان علينا، فنان تشكيلي يوسف الحداد ومسرحي المغربي يوسف الريحاني. ها هي دار الشعر بتطوان تواصل تنظيم تظاهرة التوقيعات. هي تظاهرة خاصة بتوقيع آخر الإصدارات الشعرية الأدبية الفكرية والنقدية، والغاية منها الحرص على تداول الكتاب الشعري والكتاب الثقافي بشكل عام في وقت عز فيه الإقبال على الكتاب، في وقت صارت هنالك مسافة كبيرة بيننا وبين الكتاب. لذلك فدار الشعر حين تستدعي شعراء لتوقيع وتقديم آخر إصداراتهم فهي تحاول أن تعيد تلك الحياة إلى الكتاب والحياة إلينا، لأن الكتاب هو الذي يعيد إلينا الحياة. توقيعات تظاهرة شارك فيها عشرات شعراء المغاربة وغيرهم، واليوم يتعلق الأمر بموعد خاص، موعد استثنائي، هو توقيع إصدارات نسائية، إصدارات شعرية لشاعرات ينتمين إلى هذا المغرب الشعري الجميل. معكم الشاعرة وسيمة أكدي، سعيدة اليوم بمشاركتي في هذا العرس الثقافي الكبير الذي نظمته دار الشعر بتطوان، والذي انفرد بنون النسوة وتاء التأنيث. هذا العرس الثقافي الذي يشمل توقيعات لشاعرات يتحدثن عن آخر أعمالهن، وسعيدة جدا بأن أكون واحدة منهن. اليوم كان توقيع ديواني الثاني أمانية من رذاذ السحاب. هذا الديوان الذي يشمل قصائد تتكلم عن المرأة في ذاتها، في عواطفها، في كل ما يمكن أن تتعرض له من مآسي أو مشاكل في الحياة اليومية، وكذلك تتحدث عن هموم الأمة العربية التي يحملها لجميع العرب والمسلمين في كل بقاع العالم، ألا وهي غزة. مرحبا بكم، أديبة الشاعرة إمهاء مكاوي. أنا جد سعيدة لحضوري اليوم في اليوم الوطني للمرأة، واحتفاء بالمرأة في هذا اليوم. طبعا مرة أخرى أقول أنني جد سعيدة، وهو من تنظيم دار الشعر بتطوان في المركز الثقافي دار الثقافة بتطوان، وكل الشكر والثناء والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الاحتفاء الجميل، وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل المخلص الكبير الغني عن التعريف طبعا لاختياره لي أن أكون من المكرمات في هذا اليوم الجميل الاحتفائي بالمرأة، وأنا مشاركة وحاضرة هنا بإصدار الأدبي ديوان شعر نيران لا تحرق. وطبعا هذا الإصدار هو يتضمن قصائد شعر الموزون وشعر الومضات المقفات، وطبعا يتضمن مواضيع اجتماعية إنسانية طبعا رومانسية، وقصائد تعزز مكانة المرأة في المجتمع، وقصائد تتحدث أثناء معاناتنا في الحجر الصحي جراء وباء كورونا، وقصائد تربوية، والقصائد التي يعني تعزز الوطن وهي في محبة مغربي الحبيب. وكل الشكر مرة أخرى لكل من ساهم هنا في تنظيم هذا اليوم الاحتفائي بالمرأة، وشكرا. ديواني أمانية من ذات السحاب، فهو
جاء كثمرة لمجموعة من يعني سنقول تجارب حياتية، تجارب حياتية، وكذلك هو صرخة لما تعانيه الأمة خصوصا في غزة وفلسطين، وكذلك يعني يعبر عن معاناة كل عربي في قصيدة صرخة عربي. فأنا سأجيب الأستاذ مخلص عن سؤالي: كيف انتقلت من ديوان إلى ديوان؟ فأنا يعني بدأت الكتابة منذ سن صغير، منذ أن كان في عمري 5 سنوات. ف يعني أكثر من يعني 30 سنة وأنا أكتب أكتب أكتب. طبعاً لم تكن بداياتي بالشعر الموزون، طبعاً كنت أكتب خواطر شعرية حتى بلغت سناً معيناً وبدأت أكتب الشعر العمودي الموزون، وتراكمت تلك القصائد، قصائد الومضات والمقفات والقصائد المتنوعة، والتي يعني هي ككوكتيل لمواضيع متعددة. فعندما صدرت يعني إصداراتي الأدبية وهي في دار محلية بتطوان، رغم ذلك فهي تتضمن يعني قصائد متنوعة وهادفة، فقمت بإصدارها دفعة واحدة، يعني 3 إصدارات يعني صدرت دفعة واحدة من خلال تلك التجربة الطويلة في الكتابة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.